مرة أخرى تكشف الأحداث الميدانية عن هشاشة دفاعات النظام السوري وتحصيناته التي كان يظن أنها قادرة على حمايته وتأمين وجوده داخل المدن السورية وبخاصة مدينة إدلب التي بقيت طوال السنوات الأربع الماضية معقل النظام الأكبر في المحافظة لتسقط كلها بيد المعارضة عقب اشتباكات عنيفة استمرت نحو 5 أيام. سيطرات جاءت بعد تشكيل الفصائل تكتلا باسم جيش الفتح ضم آلافا من المسلحين بدأ أنهم يقاتلون في طريقة أكثر تنظيما وتسلحا من مرات سابقة، إذ بدأ الهجوم بالسيطرة على نقاط النظام العسكرية على أطراف المدينة ثم الدخول إليها بطريقة منظمة، كما أن الهجوم تلا اندماج أحرار الشام وصقور الشام التكتلين القويين في ريف إدلب. وما إن سيطرت المعارضة على المدينة حتى خلت الحواجز والأفرع الأمنية والمقرات التابعة للنظام على عروشها. تحرير مدينة إدلب بالكامل، الآن مدينة إدلب، المدينة إدلب الخضراء محررة بالكامل. سكان يعودون إلى بيوتهم بعد طول انتظار وسجادة شكر وتكبير عمت أرجاء المدينة فرحا بتحريرها ودموع تغني عن كل الكلمات التي تختلج صدور سكان إدلب. ما صعبنا شيء، أمشي أمي طب الأبي يا أبي نحن بخير يا أبي نحن بخير يا أمي نحن بخير. أجواء الفرح والابتهاج شهدتها أيضا مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا، لكن فرحة تحرير مدينة إدلب لم تمنع من التعبير عن هواجس عديدة حملها نشطاء الثورة في الشمال السوري تجاه سيطرة جبهة النصرة التي تعتبر العماد الأكبر من القوى المشتركة في المعركة والتي تنضوي تحت لواء القاعدة. مخاوف من أن تتحول مدينة إدلب إلى معقل للنصرة كما باتت الرقة معقلا لتنظيم الدولة الإسلامية، وأن تنشئ الجبهة كيانا موازيا ينافس تنظيم الدولة في شرق وشمال شرق سوريا.